اول دوره اللي كنحضر ليها، وصراحه هادشي مؤسف. الامانه اللي هاد المستشار هاد ما كتشكرش المواطن، ما كتشكرش عليه المزايدات، خاص الحضور ديال المستشار. هادي ما فيهاش مزايدات، هادي راه فيها مآسي ديال الناس اللي كاين، الناس اللي ساكنين. ديروا زياره للمدينه القديمه بوسبير وبمناطق اخرى، الناس كي ساكنه راه الناس ديور عايل سقوط وساكنين فيها. هنا ما كتشكرش المزايدات، خاص الحضور ديالهم باش يوصلوا الميساج ديالهم للمسؤولين. كاينه الاراده الملكيه، خاص الناس يوقفوا على هذه الاراده الملكيه توصل باش تكون صالح المواطن. صراحه شيء محزن، شيء محزن، شيء محزن. خاص تدخلات عليا، صراحه خاص تدخلات عليا باش يشوفوا هذه المآسي ديال الناس المواطنين في المنطقه ديال المدينه القديمه وما جاوروها. انا راه من حضرت جميع المسائل من تقريبا من 85 وكنشوف هاد المآسي وغادي كتراكم كتراكم. بغينا حلول جذريه، حلول جذريه، لان يعني احنا راه ولاد، كما كيقول لك احنا ولاد المدينه. فيكم هما 15 ولاد المدينه؟ فين الغيره ديال ولاد المدينه؟ خاصكم تحضروا، هادي ما كاينش مزايدات. الرئيس راه حضرات، كاين مستشارين كنشكرهم بعدا اول على الغيره ديالهم اللي حضروا، حيت هادي ما كتبقاش مساله، هادي كتبقى مساله ديال المواطن بناء المدينه القديمه. باش كتقول انا ولد المدينه القديمه الا ما كانش عندك غير على المدينه القديمه؟ حنا الحمد لله جينا اقسم بالله العلي العظيم غير على المواطن، لا غير. ما كنبغيو لا موزير، ان صراحه الشيء راه مؤسف ومؤسف جدا. خاص تدخلات من الوالي الجديد، لان على السمعه الطيبه اللي كنسمعوا عليه، بغينا واحد التدخل يكون تدخل قوي ويجمع هاد الناس ويشوفوا الناس اللي كاين عندهم افراغات دابا عندهم. خاص يكون واحد التدخل صراحه ويكون سريع جدا صراحه. وكنشكركم اخويا. كما قال السيد، حنا كيقول لك المقدم ما كنعرفوكش، ياك؟ انا عندي 7 ديال النفوس في الدار، ما محصينش، ما داخلينش في الاحصاء كاع. كاينه انا وانا عندي 7 نفوس، اكبر بناتي عندها 54 عام، المهم كنعاني معاناه كبيره. الدار اللي صحيحه كتريب، والدار اللي فيها التريب ما كتريبش. حنا بغينا الحق ديالنا، عندي الساكنه كلها كتعاني. انا ملاكه، كنطلب من اللي عنده الملك ما تمشيش تقول لي خرج وخلص، اعطيني البديل. انا عندي ارض وعندي الوثائق ديالي، عندي المسائل ديالي، غدير معايا التبادل وما تلوحنيش في شي بلاصه بعيده. غادي نمشي، غادي تخليني تبقى دير لي السونتاج وتقول لي خلصي وديري، خليني في داري واعطيني ديك التعويضات اللي كتعطيو، وخليني نصلح داري ونجلس فيها، لان احنا راه عانينا من التهميش وعانينا من العذاب وعانينا من الابتزاز. انا ديك النهار هضرت هنا على حقي، جيت واحد الصحفي ما عرفتش شكون هو كيهدد فيا، ملي هضرت على حقي كيقول لي انت مطالبه من وزاره الداخليه، علاش؟ حيت هضرت على حقي، كانت سمامه مزيانه زعما محطوطه في عمليه ابتزاز. الناس كتهددني علاش نهضر وعلاش نتكلم وانا عندي معاناه، ومرا عندي 73 عام. فين نمشي؟ فين نتاجئ؟ ملي المخزن كتمشي لي ما كيعطيكش حق. ملي لقينا الرئيسه التمسنا فيها واحد الحاجه زوينه، حنا في يدان الرئيسه، حنا معها حتى الاخر رمق، عطاتنا امل غنمشيو عليه. ما عمرنا غنتنازلوا عليها كما تنازلتش علينا هي. كما قالت لنا غادي نديروا لجان، غادي نديروا عريضات، غادي نديروا اللي قالت لنا نديروا، نديروا حنا معاها. ولو هذا النهار دفعوا شي ناس اللي جابوا داروا هذه الفوضى باش ما تكملش الندوه، حنا معاها، واخا نفرجوا معاها في الزنقه ونجلسوا معاها الندوه الى اخر رمق. بغاو بغاو، كرهوا كرهوا، حنا معاها. عاش الملك، شعارنا الله الوطن الملك، في ذاك الوطن، في ذاك وطني، في ذاك وطني، في ذاك ملكي. راه كتعطي حوايج للناس، المشاريع كتعطيهم للناس اللي ما كيعرفوش ليهم، راه كتعطي ها؟ غياب المستشارين، لانهم مستشار انتخبنا عليه وتحومتنا، ما كيشوفش فينا حتى الشوفه، ما كيدخلش عندنا حتى الدخله، يلا كيدخل يامات المعاونات كيعطي لشي شي لا. انا ما كنطلبش المعاونه، ما كنطلبش منه شي حاجه، انا كنطلب منه غير يوقف معايا في المعاناه ديالي، ما كيوقفوش، ما كيهضروش، يلا كيقلبوا على مصالحهم. حنا كنعرفوا راسنا، حنا عندنا الفهم وعندنا الحق وكنفهموا بزاف د الحوايج، وعندنا مقترحات وعندنا افكار كي قالت لنا الرئيسه. بزاف عندنا ما يدار اللي غادي نحطوه مع الرئيسه ان شاء الله بحول الله، ولنا لقاء اخر مع نهار الاربعاء ان شاء الله. المشكل هو اننا الدار عندنا خرجوا فيها جوج الناس، بقينا حنا الفوق، حنا دفعنا الاغفال دابا عامين دافعين الاغفال. لاكارت ناسيونال ملي كتمشي عند المقدم كتقول له بغيت لاكارت ناسيونال مصايبه، تيقول لك سير تندير عليك بحث. انا لاكارت ديالي 31 عام وهي مصايبه، انت غدير عليا بحث؟ انا ساكن 31 عام، جده ساكنه، انت با موحل واش كتعرف سميتو؟ غدير عليا بحث؟ ملي كتجي للدرب كتلقى واحد جوج الناس اللي لا علاقه لهم اصلا، ما باغي الخير حتى واحد،
تيقول لك لا هذاك راه ما ساكنش، هذيك ساكنه فيها جدك برات فيها. منين جينا بغينا نهضروا على الورقه قال لك سير تجي للجنه واللجنه هي اللي تدخلك عاد نعطيك انا شهاده السكنه. وانا منين غادي نجي للجنه؟ الدار الا دخلتي لها دابا غتبكي، حتى شي واحد ما يقدر يسكن فيها، وانا جالس فيها انا ووليداتي، البيت اللي الفوق طواليت ريبه كتهبط وانا ساكن فيها انا ووليداتي، حيت ما عنديش فين غنديهم، ما عنديش فين غنلوحهم، انا خدام على قد الحال، هز ربعه ديال النفوس. ملي غنخرج انا للزنقه شكون اللي غيوكل ويشرب دوك الدراري؟ نتوما كتقول لنا سيروا صفروا، سيروا خطفوا، سيروا الحبس. حنا ما باغيين حتى شي حاجه، حنا ما كنديروا لا فوضى، ما عمرنا عارضنا شي قانون، ما عمرنا وقفنا في شي جماعه، ما عمرنا، حنا دابا بغينا غير القانون ديالنا. واش السياسه ديال الملك اللي خرج عندك الحق ديال العيش، الحق ديال السكن، والحق ديال التمريض؟ حنا ما عمرنا عشنا حتى شي حاجه من هذا الشيء. ملي كتمشي للسبيطار تقول لك غتخلص 65 درهم باش تدخل دوز لك لولدك، هذه اول حاجه في الباب كلشي عارفها، كتخلص 65 درهم. انا ما خدامش 3 شهور ومشيت ولدي مرض ليا، دابا حاليا بثلاثه مرض. ملي غنمشي للسبيطار كيقول لي خلص 65، كنهزهم كنرجعهم للدار نحطهم، كتزاد تدهور الحاله ديالهم. فينا هو هذا الحق ديال التطبيب؟ وفينا هو هذا الحق ديال التعليم؟ وفينا هو هذا الحق ديال السكن؟ والحق كيبقى عند مول الحق، ما كاين لا حق لا والو. وحنا كنتمناو من هذه الرئيسه تشوف لنا شي حل. هي قالت لنا شي نقاط اللي هضرات عليهم الجلسه اللي سابقه وهضرات عليهم دابا، اننا نديروا عريضه ونشوفوا من هنا لقدام اش غادي يكونوا هادشي اللي كاين.